في هذه الحياة نصادف العديد من الناس بوجوه مختلفة وشخصيات مختلفة، ولكل منهم بصمته الخاصة، بصمته التي لا تنسى. وأنا كل التأكيد لأن كل منهم سيترك أو ترك بصمته الخاصة في هذا السرح الجامعي، ترك بصمته التي لا تنسى بإبداعكم وبتميزكم. انطلقت سفينة هذه المسابقة المدنية للتصميم الجرافيكي عن بعد، وكنتم أنتم قادتها، كنتم أنتم قبطانها. أما اليوم نحط الرحالة في نهائي هذه المسابقة لنتوج إبداعاتكم وتميزكم. إذن لكن في نهاية هذه المسابقة وفي نهاية المطاف كلكم فائزون وكلكم مبدع. إذن خير ما نفتتح به هذا الصباح وهذه الاختتام آيات بجنة من ذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا المقرئ الفقير عز الدين من المدينة الجامعية وهران، فليتفضل للمنصة مشكورا مأجور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قاله خالقنا وبارئنا لمن الشاهدين. إذا حضورنا الكريم نقف وإياكم وقفة تمجيد للسلام والملك. باسم المنظمين لهذه المسابقة بكل ما شرفنا بحضوره، نرحب بالسيد مدير الجامعة، نرحب بالسيد نائب مدير الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية، ونرحب بالسيد مدير معهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض، وكذا نرحب بأعضاء لجنة موقرة فردا فردا، ونرحب بأبناء الجزائر، نرحب بأبناء الهضاب العليا، بأبناء الفن الشعبي والأصالة، بأبناء الجسور المعلقة، بأبناء البارود والخيالة وأقول الأثار التاريخية، بأبناء التيتري، بأبناء الألف قبة وقبة، بأبناء الأوراس الأشم، بأبناء الباهية بلاد الهبسيد الهواري، بأبناء جوهرة البحر الأبيض المتوسط، بأبناء بوابة الصحراء، بأبناء الشمعة ضوايا، بأبناء المليون والنصف المليون شهيد، وكلنا أبناء الجزائر. أعطوني تحية لكم على إصراركم على إبداعكم على شرفكم في مدينة صيف مدينتكم. إذن أحيل الكلمة أولى الكلمات للسيد مدير الجامعة، فليتفضل المنصة تحت تحيتكم طبعا. فاتت يومين من انطلاق هذه المسابقة المرحلة النهائية في فن ولا تقنيات الجرافيك. جوري دار الفن نتاعو شاف الأعمال
وكل الأعمال عندها المجال بتاعها وعندها فيها الإبداع وفيها الجوانب كلها. الجوانب هي طبعا الفكرة، هي التقنيات، وهي الرسالة. L'important n'est pas de gagner, l'important c'est de participer. نشاركوا في منافسات في فعاليات اللي تخلي الجامعات حية وتأثر على الحياة الاجتماعية. إذا بارك الله في كل من ساهم وشارك في هذه الفعاليات على الخضرافية، وكاين نشاطات أخرى التي تتزامن مع إحياء الذكرى لأول نوفمبر. قال الشعب كن يا رب عونا على من بذل يخشع القدر، وقال الرب كن يا شعب حقا، فكان وكان من شعب ورب قرارا أصدر الحكم على الشعب. ناس اللي قبل ما يبداو قالوا للمواطن الشعب احنا رانا ندخلوا وانتوما رايحين تحكموا علينا، انتوما تقولوا ان كان كنا صادقين، لكن كنا اوفياء، وانا كان رانا نكذبوا عليكم. ما انا شخصيا نقول لكم نفس الكلام ولادي، انتم الطلبه وانتم الذين سوف تصدرون حكمكم على الذين يخلقون ويصيبون هذه المؤسسات اللي راكم تشتغلوا فيها وتقراوا فيها، وإن شاء الله تشاركوا في البناء بتاعها والتعزيز بتاعها. ربي يعيشكم، ربي يحمي الوطن إن شاء الله. عاشت الجزائر، المسؤولون من الشرطة إن شاء الله. في هذه المسابقة نشكر الأساتذة اللي حضروا وعرفوا ما لديهم وكانوا مجتهدين في الأكونتينيمون والإرشاد والتنقيح والتقييم إلى آخره. مسابقة إن شاء الله تكون مفيدة للجميع، إن شاء الله تكون مفيدة للوطن وللمؤسسات ولهذا الشباب الذي أتانا من بعيد. كنت مع زميلنا من عمان، شو شحال كيلومتر درت اللي اكثر من 300 كيلومتر، وكم بلاد هناك كبيره، ان شاء الله ما تكونش كبيره الا بالمسافات، ولكن بالاعمال كذلك وبالتميز والامتياز. بارك الله فيكم كلكم، وعيد سعيد، مرحبا في عشرين. ففي ليلة الخامسة الحادية لقد هرب من عام 1832 أعطى الحاكم العسكري للجزائر الدوق دوروفيكو أمرا بذبح كل أفراد القبيلة بالسكاكين وهم نيام، انتقاما لقيام أفراد منها بتجريد أحد عملاء الاحتلال من هدايا أعطاه إياها الحاكم العسكري. نفذ الجيش الفرنسي جريمته دون ما تبيس وعاد إلى العاصمة. Thank you.
الباشي يوسف الصديق. أما الجائزة الثانية وهي جائزة لجنة التحكيم فتسلم للطالب هبة عبد الحليم. جوائز الثلاثة الأوائل وبداية مع المرتبة الثالثة. الجائزة الثالثة للطالب من جامعة سطيف بن عيسى دريس. في الأخير كان استقلال الجزائر وتحرير الجزائر